أما إذا كان فدية دم إحصار مثلا أو محظور فعله خارج الحرم، يعني واحد في الكويت هنا من البيت قال لبيك اللهم عمره، هنا ماذا فعل؟ دخل في النسك، دخل في النسك، ما زال في الكويت وقام وقلم أظافره، قلم أظافره، فنقول عليك فدية، عليك فدية. ليس بلازم أن يكون في الحرم، ممكن يكون في الكويت، أن يؤديها في الكويت، لأنه الآن هو خارج الحرم، الآن هو خارج الحرم، قتل صيدا في الكويت، وهكذا في أي بلاد مو خارج حدود الحرم. طبعا دم الحصار أكيد خارج حدود الحرم، إنه محصر ممنوع من دخول الحرم، كذلك الدم الذي عليه خارج حدود الحرم، المكان الذي أحصر فيه. إذن أي فدية تقع على الإنسان في الحج أو العمرة إذا كان داخل الحرم فهي لفقراء الحرم، إذا كان خارج الحرم فهي في المكان الذي وقع فيه المحظور. نعم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، أما الصوم لأنه ما يستفيد منه الناس، تصوم بالحرم، تصوم لما ترجع إلى بلدك، ما تفرق معك. نعم.